خلينا بقى كنت عايز اتكلم على بعض النقاط عند فريرة. اتفضل. النقاط طبعا هو عمل حاجات الايجابيه بتاعه التصنيف، بس نعم. النقطه المش ايجابيه كان لازم يبلغ الحكام قبلها نعم. بفتره كافيه في نهايه الموسم اللي قبله، يا جماعه في تصنيف عندنا اي و بي سي زي ما عامل، هو عامل سي 1 وديفلوبمنت وسي 2 وسي 3 تمام نعم. ما ينفعش مثلا سي 1 ده عشان نسهل القصه اللي هم اللي بيلعبوا في المستوى الاعلى، دول بيلعبوا ماتشات الاهلي والزمالك وكده نعم. ماتشات الديفلوبمنت الحكام بتوع الديفلوبمنت اللي هم مين بقى، زي فرق مين بقى، اسوان، طنطا، اللي هو دوري المحترفين، ده دوري جامد نعم جدا. ما ينفعش ما ينفعش حكام لسه ما عندهمش خبره عاليه يلعبوا. طب انت هتستفيد بالحكام الدوليين امتى؟ ما انت عندك الماتشات دي جماهيريه وفي نهايه الموسم هيبقى البونت غالي نعم. صعود وهبوط لسه هيبقوا 10 منهم 3 2 هيطلعوا ده عشان التصنيف نعم. يبقى لازم كان الحكام الكبار اللي هم اصحاب الخبره ينزلوا. بالنسبه للاتحاد المصري انا متاكد انه ادى كل الامكانيات لفيريرا، بس اعتقد ان اكتر مشاكل جايه للاتحاد المصري بسبب مباريات القسم الثاني والثالث نعم. ده بالنسبه للتصنيف.